العيوب الخلقية في الكلية تمام. بالنسبة للأطفال دي حاجة في غاية الأهمية، بالظبط. ويمكن أنا تابعت لحضرتك أكتر من موضوع قبل الهوا، وكنت اتكلمت في حاجة زي كده. محتاجة أفهم الأطفال بتتعالج على إن هي نزلة معوية ولا بتتعالج على يعني إيه المعاملة اللي بتعمل بيها؟ بصي، النقطة اللي حضرتك أثرتيها دي نقطة مهمة جدا دي حقيقة. جدا، تمام. وبنشوف كتير قوي طفل وبيبقى سنه سنتين وبيبقى سنه 5 سنين وممكن يقعد لحد بعد ما يبلغ ويعدي مرحله المراهقه وكده، ومولود بعيب خلقي، اللي هي مش انكومه، يعني مش حاجه نادره ان الطفل يبقى نازل بعيب خلقي في الكليه. دي الانسيدنس بتاعها عالي جدا، تمام، سواء عيب خلقيه في الكليه او في الحالب او في المثانه او في اي جزء من اجزاء الجهاز البولي. المشكله ان المريض ده الاعراض اللي بتجيله طفل صغير بتبقى في صوره سخونيه، ترجيع، ممكن شويه حرقان في البول ما بيقدرش يعبر عنهم، بيروح للدكتور بتاع الاطفال. الدكتور بتاع الاطفال او باغلب دكاتره بيبقوا يعني بيعالجوهم غلط يا دكتور، يعني نازله معويه. نازله معويه، بالظبط كده. للاسف الشديد اغلب اللي بيعملوا كده بيبقى ممارس عام. انا بقول للام او بقول لولي الامر، يعني اذا الطفل احتجت انك تروح للممارس العام مرتين، اعرف ان في حاجه غلط. يعني انت رحت اول مره اخذت العلاج والطفل ده ومفيش تحسن، يبقى تروح لمتخصص.